بسكوي لشرب الشاي في 10 دقائق بدون سكر ولا بيض ولا زيت، وكذلك بدون دقيق أبيض. رهيب بمعنى الكلمة، جد اقتصادي والوصفة اللي كتطلبوها كاملين. لهذا سيدتي تبعي معايا الفيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكالعادة الله يجزيكم بخير، ما تنسوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط، وبتعليق البناء وبالبرتاج فضلا وليس امرا باش تعمل فائده على الجميع. ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كيدمو لقناتي وعجبهم اكيد المحتوى مع اليوم، الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه الصوريه. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بركة الله ونقولوا بسم الله. والمكون الرئيسي والاساسي في هذه الوصفه وهي النخاله او الحمراء، يعني كمني كناخذوا الدقيق ديال الزرع كومبلي كامل كنغربلوه وكناخذوا منه النخاله. بالنسبه لهاد النخاله انا رجعت طحنتها، يعني ضروري ما نطحنوها ونحمصوها او نحمروها واحد شويه. بالنسبه للكميه ديال النخاله اللي غنحتاج في هذه الوصفه او في هذا البسكوي، وانتم ممكن تضعفوا اكيد المقادير، كنحتاج هنايا 100 غرام ديال النخاله. كيف ما كنعرفوا النخاله كتكون خفيفه، يعني جوج كؤوس من عبار كاس ديال العنبه كتعطينا 100 غرام ديال النخاله، وكنضيفوا كذلك كاسونس اي 180 غرام ديال دقيق القمح الكامل، يعني الدقيق بنخالته، الدقيق الكومبلي يعني الطحين الكومبلي او الدقيق بالنخاله ديالو. كنديروا جوج كيسان من عبار كاس ديال العنبه ديال النخاله اللي طحناها وحمرناها شويه، وكذلك كنضيفوا كاس ونص من عبار كاس ديال العنبه ديال الدقيق الكومبلي، يعني الدقيق ديال الزرع الكومبلي. كندير هنايا واحد رشه ديال الملحه، وعندي هنايا الزبده. الزبده من الاحسن نستعملوا الزبده الحيوانيه، الا كانت متوفره عندكم، ما متوفرش غادي ديروا الزبده النباتيه. يعني ما بين الزبده النباتيه والحيوانيه غير الذوق تيختلف، وتبقى لينا هذا البسكوي يبقى لينا عفوا صحي اكثر. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا 150 غرام ديال الزبده، ويقدر يختلف الكميه ديال الزبده على حسب النوعيه ديال النخاله وديال الدقيق. ممكن تمشيو حتى ل 200 غرام ديال الزبده، يعني ما بين 150 غرام حتى ل 200 غرام ديال الزبده، يعني 3 ديال المعالق كبار مملوئين جيدا بومبي كيعطيونا 150 غرام ديال الزبده، و 4 ديال المعالق بومبي كبار غيعطيونا 200 غرام ديال الزبده. انتما على حسب، يعني ملي كنضيفوا داك الزبده وتكون درجه حراره المطبخ كنبقاو ندخلوها في داك النخاله وفي داك دقيق القمح الكامل، يعني كنبقاو نبسبسوها مزيان مزيان. يعني ملي كنجيو نجمعوها كيف ما كتشاهدوا في الصوره كتجمع لينا داك الكتله، وفي نفس الوقت كتطلق لينا، يعني مبسبسه كيف ما كنقولوا داك الزبده كتشرب لينا داك الدقيق وداك النخاله كلها هي. يعني كيف ما قلت لكم بالنسبه للزبده على حسب النوعيه ديال النخاله وديال الدقيق حتى كتحصلوا على هذا القوام هذا. عندي هنايا واحد الشاصيه ديال الخميره دي من فئه 7 غرام، وكذلك باش نكهو نكهنا بالفاني، ممكن تنكهو بقشور الحامض او ليمون او بقطرات ديال الزهر او الورد، لكم الاختيار في النكهه. كذلك الخميره ممكن ديروها خميره الحلويات، ممكن ديروا بيكربونات ديال الحلويات، ماشي بيكربونات الصودا داك اللي تيكونوا في اللون الاخضر، لا بيكربونات راه كيتباعوا عند اصحاب الحلويات. الا بغيتوا هاد البسكوي يكون صحي اكثر كتضيفوا هاد بيكربونات ديال الحلويات بديل الخميره، كديروا ملعقه صغيره. بالنسبه باش غادي نجمعوا هذه المكونات كلها هي، عندي هنايا كاس من الحليب اي 200 مليلتر، وانتم ما غتعتمدوش 200 مليلتر كلها هي. كيف ما شاهدتوا معايا هذه الحلوه او هذا البسكوي ما فيهش البيض وما فيهش الزيت وما فيهش السكر، كذلك باش غادي نعوضوا السكر وهذه المرحله كتبقى اختياريه، ممكن تضيفوها ممكن لا. والناس اللي ما عندهمش مشكل مع السكر ممكن يضيفوا نص كاس من السكر الرطب اي سكر كلاسي، او يعوضوا كيف ما درت انايا. درت هنايا 200 مليلتر ديال الحليب اي كاس من عبر ديال العنبه، وضفت لي هنايا 3 د المعالق ديال العسل. اللي ما عندوش مشكله نهائيا مع الحلاوه من الاحسن يضيف العسل، واللي ما توفرش عنده العسل غادي يضيف 60 غرام ديال السكر كلاسي اي سكر ثقيل، اي ما يعادل تقريبا واحد كاس الا ربع من السكر. كيف ما كتشاهدوا معايا بالنسبه للحليب ما تضيفوهش كله دفعه واحده، يعني كتبقاو تضيفوا بالمعلقه، يعني بشويه بشويه على حسب، كيف ما قلت لكم على حسب النوعيه ديال الدقيق وديال النخاله اللي عندكم، يعني كتختلف الانواع ديال الدقيق اكيد. كيف ما كتشاهدوا معايا كنبقى نضيف هنايا الحليب غير بالتدريج، يعني نحطو قدامنا كاس من عبار كاس ديال العنبه ديال الحليب اللي كنضيفوا له العسل، او ممكن نضيفوا له حتى الا بغيتوا وليداتكم يتناولوه تضيفوا ليه حتى الشوكولاته بودره اللي كنديروا مع الحليب تقريبا واحد زوج او ثلاثه المعالق كنحليوه، في نفس الوقت كيبان لينا بسكوي ديال الشوكولاته. انا عطيتكم اختيارات واقتراحات باش يبقى صحي
اكثر. كيف ما كتشاهدوا معايا كنبقى نضيف الحليب بالتدريج، وانا غير كنجمع ماشي كندلك، يعني كنحاول ندخل داك الحليب في هاد الدقيق القمح والدقيق الكامل، يعني راه ما كاينش البيض ما كاينش الزيت وما كاينش الدقيق الابيض كذلك ولا سكر، يعني ضفنا ما بين زوج حتى لثلاثه ديال المعلقات ديال العسل، راه كتكون الحلاوه ديالو معتدله خصوصا لاصحاب الريجيم اللي كيبغيو ينقصوا شويه الحلاوه، حتى كنحصل على هذا القوام هذا تماما، يعني تماما تقريبا بحال العجين ديال صابلي، ما نخليوهاش خفيفه او كتلتصق باليدين نهائيا، يعني تماما كنتمنى تكون الصوره واضحه والشرح كذلك اوضح. كناخذ هنايا البلاستيك كيس بلاستيكي او قطعتين من الورق اللي كنديرو في اللاطا او ورق ديال الطاي باش ما تلتصقش معنا، ومنين نشكلوها كترفع علينا بكل سهوله باش نوضعوها في اللاطا. كناخذ هنا الحلال او المدلك عفوا، وكنحاول نطلقها على واحد السمك غادي تشوفوا معايا اكيد في الصوره، تقريبا بحال الشكل ديال صابلي، يعني كتكون سميكه واحد شويه على السمك ديال صابلي. بالنسبه للقطاعات لكم الاختيار، ممكن تقطعوا باي كاس عندكم او باي قطاع عندكم بشكل دائري او مربع او مستطيل، يمكن لكم تقطعوا حتى بالجراره ديال الشباكيه، يعني تقطعوهم على شكل مستطيلات، وانتم لكم الاختيار ولكم الذوق في التشكيل ديالها. كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما طلقتها بالحلال، كناخذ هنايا هاد القطعه اللي شبيهه لهاد البسكوي اللي كنقتنيوه بواحد الثمن اللي هو مرتفع، معروف على البسكوي ديال الزرع او ديال النخالات يكون مرتفع الثمن ديالو، علاش لا ما نحضروش غير بهاد المكونات البسيطه جدا في المنزل ونستمتعوا به. كيف ما كتشاهدوا معايا كنقطع على هذا الشكل هذا على هاد الدوائر، وكترفع عليا بكل سهوله كيف ما كتشاهدوا معايا، دغيا ضروري نفرش واحد كيس بلاستيكي او نفرش ورق الطهي، وهذا هو السمك ديالها. نتمنى الصوره تكون واضحه، وكيف ما كنقول لكم دائما والشرح اوضح، هذا هو السمك ديالها، ما ترقوهاش اكثر من هكا وما ديروهاش غليظه على هكا، يعني هذا هو السمك المعتدل اللي كتبان تماما بحال اللي مشريه جاهزه. بالنسبه داك البقايه ديال العجين ما ندلكوهاش وما نجمعوهاش غير بهذه الطريقه، لانها فيها الزبده والحليب فقط باش ما تجيش تصقصح معنا وتجي تتولي بحال اللي كترمل لينا. مباشره كنستف داك القطع اللي طلقتهم في اللاطه اللي كنفرش ليها اكيد البابي كويسون او ندهن اللاطه ديالي، لا ما توفرش عندكم بابي كويسون كنمسح اللاطه ديالي بواحد الدهنه خفيفه من الزيت. من بعد ما كنستف البسكوي ديالي في اللاطه كناخذ هنايا عوية ديال الكيردون او اي اداه اللي غنحصل على بنفس هاد الثقوب او فورشيت اللي متوفر عندكم، غير باش نزيد نعطيها الشكل تماما بحال اللي كتشرى جاهزه. كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما كنشكل هاد الثقوب هادو كندير الفران ديالي، يعني منين كنت كنشكلها منين عجنتها وبديت نشكلها شعلت الفران ديالي، نشعلوا الفران مسبقا قبل ب 10 ديال الدقائق على نار مرتفعه، يعني درجه 180 كتكون الدرجه ديال الفرن مرتفعه، يعني يكون ديجا سخون لينا الفران، كنوضعوها يعني طيب لينا من الاسفل عادي كجميع الحلويات، ما نشعلوش عليها من الفوق ومن التحت، تطيب لينا من التحت يعني تقريبا واحد ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه، والنار تكون مهيله في الاول، الفران يكون ساخن جدا. مجرد ما كنوضعوا اللاطه ديالنا كنقصوا الادنى درجه باش كيطيب هذا البسكوي على خاطرو كيجينا مقرمش. كيف ما شفتوا الكميه عطاتني لاطه كبيره ولاطه صغيره، كانت ما شاء الله غير جوج كيسان ديال النخاله وكاسونس ديال دقيق القمح الكامل وكاس ديال الحليب تيعطيونا، و150 غرام عفوا ديال الزبده تيعطيونا هذا البسكوي الخطير جدا والمذاق رهيب بكل معنى من كلمه. كيف ما كتشاهدوا معايا ما كياخذش مني وقت بزاف، غير هو نقصوا عليه في التحضير ديالو والتشكيل ديالو، ما كياخذش منا وقت بزاف غير في الطريقه ديال الطهي ديالو، الفران يكون سخون مزيان مزيان، ونقصوا لادنى درجه ما بين ال 20 حتى ال 25 دقيقه، يعني راه هو منين نبطوها لتحت راه دغيا كيتحمر، ردوا معاه البال ونقصوا لادنى درجه لانه فيه العسل والنخاله دغيا كيقبط لينا اللون، غير ردوا معاه البال ملي كنخرجوه وكنخليوه حتى كيبرد، انا راه مازال سخون كنبغي نجرب معكم الوصفه يعني على السريع، كيتفتفت كيجينا مقرمش ولذيذ لذيذ رائع جدا، نتمنى تجربوه وترحموني عليه، كيجي رائع جدا، نعطيوه لوليداتنا نولفوهم شي حاجه اللي تكون ناقصه الكميه ديال السكر، وكذلك ما غنقولش اصحاب الريجيم لانني ما ندخلش في اصحاب الريجيم الحميه ديالهم الخاصه، يعني اخف الضررين على البسكوي الجاهز او البسكوي اللي فيه السكر، ونتمنى نكون لبيت الطلب ديالكم ديال البسكوي بدون دقيق وبدون سكر كذلك. دوازتي اللي كطلبوه كاملين، بسكوي دايت بدون سكر ولا بيض ولا زبده ولا حتى دقيق
أبيض بثلاث مكونات كيذوب في الفم ذوبان، حضريه في 10 دقائق ونزيدك بدون طبع. لهذا سيداتي تبع معي الفيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكل عادة الله يجزيكم بخير، ما تنسوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط وبالبارتاج علاش لا، فضلا وليس أمرا باش تعم الفائدة على الجميع. ومرحبا و 100,000 مرحبا بالمشتركين الجدد اللي أول مرة كينضموا لقناتي وعجبهم أكيد المحتوى مع اليوم اللي يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونبداو بركة الله ونقولوا بسم الله. وأول مكون اللي هو بديل للدقيق الأبيض وهو الشوفان، يعني في هذه الوصفة غنستعملوا الشوفان. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو الشوفان، خديت هنايا الشوفان وطحنته كيف ما يمكن لكم تقتنيوه، يعني كيكون جاهز مطحون. بالنسبة للكمية لكم الاختيار، ممكن تضعفوا المقادير. درت هنايا أنايا جوج كيسان ونصف من الشوفان، أي جوج كيسان ونصف يعني 250 غرام ديال الشوفان، 250 غرام أي ربعة ديال الشوفان. وعندي هنايا تقريبا واحد ثلاثة ديال المعالق يكونوا كبار مملوئين جيدا، يعني عطيتكم العبار بالمعلقة وكذلك بالكأس وبالغرام، أي بالغرام تقريبا 80 غرام ديال جوز الهند أي الكوك، وثلاثة ديال المعالق كبار أي من جوز الهند كذلك ديال الكوك، يعني عطيتكم العبار بالمعلقة وبالكأس، يعني كأس إلا ربع وكذلك بالغرام. عندي كذلك نصف كأس من الزيت النباتية، وعندي هنايا ملعقة صغيرة من الخميرة ديال الحلويات تقريبا واحد 4 غرام، يعني الشاسي كتكون فيها 8 غرام كنديرو غير النصف ديالها فقط. كيف ما يمكن لكم عادي تستغناو على الخميرة الكيماوية. كيف ما كتشاهدوا معنا المكونات ديالنا بسيطة بسيطة جدا للغاية، يعني راه غير ثلاثة المكونات، الخميرة كتبقى اختيارية كيف ما قلت لكم بأنه بدون سكر. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش مشكل بأنهم يضيفوا العسل، ممكن يضيفوا العسل تقريبا ما بين زوج حتى ثلاثة ديال المعالق ديال العسل، راه كيعطي واحد الحلاوه اللي مناسبه. واللي ما عندهمش مشكل نهائيا مع السكر ممكن يضيفوا سكر ثقيل تقريبا واحد 80 غرام من السكر الثقيل، يعني كاس الا ربع من عبار كاس ديال العنبه ديال السكر الثقيل اي سكر كلاسي، ما نديروش السكر الخشن. بالنسبه للناس اللي اصحاب الدايت ما غاديش يديروا او الحميه ما غاديروش نهائيا لا عسل ولا سكر، يعني عطيتكم اختيارات بالنسبه للناس اللي بغاو ياكلوه يعني ساده او بالسكر. بالنسبه كيفاش غنجمعوا هذا الخليط، هذا غنجمعوه بالماء، الماء يعني عادي من صنبور، واللي بغى يجمعوا بالحليب لكم الاختيار. غير في الوصفه اللي سبقات كنت درت معكم بسكوي ديال النخاله والدقيق الكامل كنا جمعنا الخليط بالحليب، وجاوني بزاف ديال التعاليق والتساؤلات على كاين اللي عنده حساسيه من الحليب، قالوا لي يعني بشي وصفه اللي ما يكونش فيها الحليب، لهذا هذه الوصفه يعني بدون حليب. وكذلك اللي بغى يخلطها بالحليب لكم الاختيار. الماء كيف ما قلت لكم من صنبور، كنبقى نضيف الكميه ديال الماء غير محدده، يعني على حسب النوعية ديال الكوك ديالكم وعلى حسب النوعية ديال الشوفان، غير هو الماء نبقاو نضيفوه يعني غير بالمعلقة بمعلقة عفوا، يعني غير بشوية بشوية، ما نديروش الماء دفعة واحدة، يعني نعتمدوا على القوام ديال العجين. ونعطيكم فكرة أخرى بالنسبة للكوك والشوفان، ملي كنجمعوهم كنخلطوهم ونخلطو مع أي سائل سواء الماء أو سواء الحليب راه كيبقى يشرب، يعني حنا كنضيفو وكنجمعو، يعني غير كنجمعو ما كنعجنوش، واخا ما فيهش الزبدة حاولوا ما نعجنوش غير كنجمعو، كيبان لينا ديك الكمية اللي ضفنا ديال الماء كتشرب لينا بسرعه، لهذا كنبقاو نضيفو غير بالمعلقه وحنا كنجمعو وهو راه كيشرب، وكنزيدو عاود شويه ديال الماء وحنا كنجمعو حتى كنحصلو على واحد العجين اللي يكون قاد راسو، يعني ما يكونش جاري كيلتصق باليدين كيف ما كتشاهدوا معايا، راه ما كيلتصقش باليدين وفي نفس الوقت ما كيتفتتش بسهوله. هذا هو القوام ديال العجين اللي خصنا نحصلو عليه. من بعد ما جمعت العجين ديالي كنجيب هنايا كيس بلاستيكي او ورق ديال الطهي او بابي كويسون، كندير واحد من الاسفل وواحد من الاعلى باش ما يلتصقش ليا مع المدلك او الحلال، وكنحاول نطلق العجين ديالي السمك اللي يكون متوسط، ما تكونش العجينه رقيقه كاع يعني بحال صابلي، وما تكونش غليظه باش ما يجيناش داك البسكوي يعني من الداخل طري، بغينا هذا البسكوي يجينا مقرمش وتماما بحال اللي كيتباع جاهز. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو السمك، ومازال غادي نقرب لكم الصوره اكثر. وكيف ما قلت لكم الحلوى بدون طبع او هذا البسكوي بدون طبع غير بالكاس، وانتم طبعوه باش ما بغيتوا، يعني تقدروا تطبعوه على شكل مربعات او على شكل دوائر او تشكلوها كيف ما بغيتوا. كيف ما كتشاهدوا معايا خديت انا هنايا الكاس اللي غادي ناخذ به العبار كيف ما كيتشرى تماما جاهز، كناخذ هنايا الكاس وكنطبع به بكل سهوله، وغادي نهزو حيده قدامكم باش تشوفوا العبار او السمك ديالها هو هذا،
يعني ما تكونش رقيقة وما تكونش أغليظة. نتمنى الصورة تكون واضحة والشرح كذلك أوضح. وللتزيين هذه كتبقى اختيارية وكإضافة، ممكن تضيفوها كذلك ممكن لا. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا واحد زليفة فيها غير الماء، وممكن نزيدوا ليها قطرات من ماء الزهر، لكم الاختيار. أنا درت غير الماء السك يعني بوحده الماء، وزليفة كذلك فيها جوز الهند أي الكوك. كناخذ هنايا حبة واحدة من هذا البسكوي اللي قطعناه غير بالكاس، كنلوحو كله هو كيف ما كتشاهدوا معايا، كنغطسو في الماء وكنرفدو مباشرة وكنديرو يعني في الكوك. وهذا هو البسكوي اللي كنت سبق لي ودرجت معكم ديال دقيق القمح الكامل، تا هو ما فيه لا بيض لا المكونات ديالهم بساط. غادي نخلي لكم كذلك في رابط صندوق الوصف ان شاء الله. وكيف ما كتشاهدوا معايا انا كنديرو في الماء باش غير يتماسك ليا الكوك يعني في البسكوي. وهذه كيف ما قلت لكم كتبقى مساله اختياريه، ممكن تضيفوه ممكن لا. من بعد ما كنست في البسكوي ديالي في لاطا، الفران ديالي درته مسبقا يسخن كالعاده، كجميع الحلويات كنديرو يسخن مزيان مزيان، كندخل لاطا ديالي وكنقص المتوسط يعني النص، يعني الفران تيكون في الجهه ديالو المتوسط، كنقص الفران ديالي المتوسط وكنوضع لاطا ديالي تقريبا 20 دقيقه يعني كيكون البسكوي ديالي جاهز. غير ملي كنهبطو لتحت كيبان لينا بانه تحمر من الاسفل، ملي كنهبطو لتحت راه دغيا داك الكوك كيتحمر، يعني ردوا مع البال ونقصوا المتوسط. ونصيحه الاخيره اللي نقدر نقول لكم، منين نطفيو عليه الفرن كنخليوه داخل الفرن، ما كنخرجوش لاطا نهائيا حتى كيبرد عليه الفران، حتى كيبرد داك البسكوي داخل الفرن كنخرجه مباشره معكم. كيف ما كتشاهدوا معايا كيجي هشيش وكيذوب في اليد قبل الفم، والمذاق كيجي رائع. وحتى الناس اللي ما دايرينش حميه على السكر غادي يحماقوا وغادي يعشقوا هاد البسكوي بالمذاق ديالو. كيف ما قلت لكم لكم الاختيار، ممكن ديروا العسل او السكر، والناس اللي عندهم دايس غادي يتجنبوا العسل والسكر، كيجي من اروع ما يكون. نتمنى نكون لبيت الرغبه ديال اصحاب الدايس، ودرنا يعني بسكوي جد سهل بثلاثه ديال المكونات. شكرا لكم متابعه، وما تنساوناش من اللايكات ديالكم الله يجازيكم بخير، والتعليق ديالكم اكيد البناء. ومرحبا بكم دائما عند قناة سكينة الصويرية. شكرا لكم متابعة، وإلى اللقاء في وصفة مقبلة إن شاء الله. صحي ولديد، بسكوي دايت بدون سكر ولا زبدة ولا حليب ولا دقيق أبيض ولا بيض، بثلاث مكونات أساسية، حضريه في الحين، هشيش ومقرمش. لهذا سيدتي تبعي معي الفيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكالعادة الله يجزيكم بخير، ما تنسوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط بالبارتاج باش تعم فائدة على الجميع. ومرحبا ومية ألف مرحبا بالمشتركين الجدد لأول مرة كيزوروني وعجبهم محتوى ما عليهم إلي فعلوا جرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة الصويرية. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو بركة الله بالمكونات والمقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. أول حاجة كنحتاج هنايا لواحد القصرية أو إناء أو فول اللي غنوجد فيه المكونات. كنحتاج هنايا 250 غرام أي ربعة من دقيق الشعير، يعني دقيق ديال الشعير ماشي ديال الزرع أو القمح، دقيق الشعير. طبيعة الحال ملي كنقتنيو دقيق الشعير مطحون من المطحنات أو من عند البقالة ضروري ما نغربلوه. كيف ما كتشاهدوا معايا النخالة ديالو ما كتهضمش، ماشي بحال دقيق ديال القمح، ضروري ما نغربلوه مزيان مزيان. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنا 250 غرام، كيف ما يمكن لكم تقسموا هاد الكمية على زوج، هاد 250 غرام تحمروا أو تحمصوا الكمية ديالها للنصف وتخليو النصف عادي، أو تحمصوها كلها أو تضيفوها كلها كيف ما درت ليها أنا ما حمصتهاش. غير ملي كنحمصوها كتعطينا واحد النكهة كأننا دايرين هاد البسكوي ببودرة اللوز أو البندق. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا 100 غرام أي كأس من عبر كأس ديال العنبة من دقيق النبق، دقيق ديال النبق اللي كيتباع يعني موجود مطحون، يعني بلا ما نعذبوا راسنا ناخذوه ونطحنوه، يعني ناخذوه مصادر موثوقه مطحون. كناخذوا 100 غرام ديال الطحين او دقيق النبق او النبق. عندي كذلك هنا كمكونات يعني اضافيه ماشي اساسيه، المكونات الاساسيه هي ثلاث، دقيق شعير ودقيق النبق، وكذلك اضافات اخرى، يعني مكون ثالث الاساسي الاخير. هادو كاضافات، عندي معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال الزنجبيل او السكينجبير، واحد ربع ملعقه صغيره ديال الملح اللي هي ضروريه يعني باش كتعاد لينا الذوق في هذا البسكوي. على العموم بالنسبه للدقيق ديال النبق او النبق راه كيكون حلو، يعني الحلاوه ديالو غير مضره نهائيا، اصحاب الدايت او مرضى
سكري، تعطينا واحد الحلاوه معتدله في هذا البسكويت. كيف ما كتشاهدوا معايا نزجت النواشف كلها هي مزيان مزيان. بالنسبه للقرفه والزنجبيل كيبقاو كهات عفوا، ممكن تضيفوها ممكن لا، ولكن من الاحسن ما عندكمش مشكل مع القرفه او الزنجبيل غير ضيفوهم تيعطيو واحد النكهه يا سلام. كيف ما كتشاهدوا معايا ضفت هنايا زيت الزيتون، زيت الزيتون ضفت هنايا كاس الا ربع، يعني نصف كاس فايت واحد شويه، وغنخلي لكم المقادير بالغرام وبالملي في صندوق الوصف اكيد ان شاء الله. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نبسبس او ندخل داك الزيت مزيان مزيان في داك دقيق ديال الشعير وكذلك دقيق ديال النبق، كنحاول نمزجهم مزيان مزيان بحال اللي كنبسبسوا بحال اللي كنصيبوا شي حرشه، يعني ضروري ما نلبسوا داك الكميه ديال الزيت لهاد الدقيق مزيان مزيان كيف ما كتشاهدوا قدامكم في الصوره. وبالنسبه اللي بغى يضاعف الكميه ديال المكونات والمقادير بطبيعه الحال غيضاعف الزيت والمكونات الاخرى. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نبسبسو مزيان مزيان ونحاول ندخل داك الكميه ديال الزيت. بالنسبه للناس اللي غيسولونا واش نضيفوا الزيت النباتيه، حنا قلنا وصفه صحيه بامتياز، من الاحسن من الاحسن توجدوها يعني او تحضروها بالزيت الزيتون. من بعد ما بسبسنا او دخلنا داك الزيت مزيان مزيان في الدقيق، عندي هنايا باش كنجمع هذا العجين بالماء، وانتم لكم الاختيار، ممكن تجمعوا بالماء او بالحليب، الماء غير من صنبور يعني عادي، او ممكن تجمعوا حتى بالحليب. كيف ما سبق ليا ودرجت معكم بسكويت ديال النخاله وبسكويت ديال الشوفان اللي كنا جمعنا بالحليب، هو هذا ديال الشوفان غنخلي لكم ان شاء الله توا بدون دقيق ابيض ولا بيض ولا اي مكونات، يعني دايت 100%. غنخلي لكم في رابط صندوق الوصف ان شاء الله هو البسكوي اللي كتشوفوا قدامكم في الشاشه ديال النخاله اللي كذلك كنا جمعناه بالحليب، وكان واحد الاعتراض يعني الناس اللي عندهم حساسيه من الحليب ممكن يجمعوا هذا الخليط حتى بالماء، لهذا فضلت في هذه الوصفه انا في العاده كنديرها بالحليب، فضلت ندير بالماء باش لكم الاختيار، ممكن ديروا الماء او ديروا الحليب. بالنسبه للكميه ديال الماء يعني ما نضيفوهاش دفعه واحده، كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا كاس من عبر كاس ديال العنبه ديال الماء، سواء الماء سواء الحليب كنبقاو نضيفوا رشه برشه، وحنا كنجمعوا من دلكوش غير كنجمعوا حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي يكون يعني قابط راسو شيئا ما، ما يكونش يعني قاصح كيتفتفت وما يكونش كيتلصق ما بين اليدين. غتعتمدوا على القوام ديال الخليط في الفيديو كيف ما كتشاهدوا قدامكم في الصوره، ونتمنى الشرح يكون واضح والصوره كذلك اوضح. يعني كاس ديال الماء عبر العنبه قال لي منه تقريبا واحد 3 ديال المعلقات كبار او 4، يعني واحد الربع كاس ديال الماء اللي بقى لي منه، وانتم غتبقاو تضيفوا يعني على حسب الحاجه. كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما جمعت العجين ديالي كناخذ هنايا واحد الورق ديال الطاي او بابي كويسو او شي بلاستيك غذائي نفرشه في سطح العمل، وكنطلق او كنسرح هذا العجين لواحد السم كيكون يعني غليظه شويه، الرق ديالها غليظه شويه على العجين ديال صابلي، ما تكونش رقيقه بزاف باش ما تجيناش يابسه، وما تكونش عاود غليظه خشينه بزاف باش تجينا مقرمشه في نفس الوقت. كيف ما كتشاهدوا معايا خديت هنايا الطابع دائري، ممكن تاخذوا اللي كبر منه كيف ما شاهدتوا قدامكم في الصوره، او ديروا حتى بجراره يعني تشكلوا على شكل مربعات. انا ما عنديش قطعه او طابع مربع، عندي غير مستطيل، وداك المستطيل عندي الحجم ديالو صغير، لهذا قلت علاش لا ما نديروش بهذا الطابع هذا الدائري المتوسط، كاين اللي كبر منه كاين صغر منه في الحجم. وكذلك كيف ما قلت لكم ممكن تقطعوا غير بالجراره بحال اللي كنقطعوا يعني العبارات ديال الشباكي هكاك مربعات، وانتم على حسب الذوق والاختيار. كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما انتهيت من تشكيل او التقطيع ديالهم، هذه مرحله اختياريه يعني كمرحله نحسبوها كمرحله تزيين، يعني ماشي غير صحاب دايت نديروا لهم شي بسكوي هكاك حرفي يعني غير نطبعوه ونحطوه، قلت علاش لا ما نزينوش كذلك بالبلبوله ديال الشعير، يعني داك البلبوله الرقيقه، كاين دقيق شعير وكاينه البلبوله فيها ثلاثه ديال الاحجام، كاينه الرقيقه والمتوسطه والغليظه، انا استعملت هنايا الرقيقه، ولكم الاختيار في مرحله ديال التزيين، يعني كناخذ داك الحبات ديال البسكوي كندهنهم او كنمسح هم بواحد مسحه خفيفه غير بالماء، وكنديرهم في هذه البلبوله باش كيتماسكوا ليا، يعني باش يلصقوا ليا ضروري ما ندير واحد اللمسه خفيفه او واحد المسحه خفيفه بالماء بالاصبع ديالي. كيف ما كتشاهدوا معايا كنستف البسكويت ديالنا في لاطا، وكناخذ هنايا لا فورشيت وكنثقب، ضروري ما تثقبها لانها كتنفخ معنا في الفرن، الا ما ثقبناش غادي يضاعف الحجم ديالها، يعني كتنفخ واحد شويه وما غاتجيناش مقربشه. واعتذر ولكن في اخر لحظه اعتقت الموقف، نسيت ما ذكرتش لكم الخميره، الخميره المعجونه او الخميره ديال الخبز، ضفت يعني نصف ملعقه صغيره ديال خميره الخبز، راه هي كانت واضحه في الصوره غير انا مع الصوره كتمشي، وانا كنشرح المكونات مشات ليا من بالي ما ذكرتهاش، يعني كنديروا نصف ملعقه صغيره من الخميره
ديال الخبز. وإلا كانت عندكم الخميرة البلدية كان أحسن، كديروا معلقة كبيرة ديال الخميرة البلدية كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما كنتقبهم فورشيت من قبل. يعني منين بديت كنشكل درت الفران ديالي سخون على درجة حرارة 180، يعني نكونوا سخناه من قبل بشي 10 ديال الدقائق أو 15 دقيقة يكون الفران ديالنا ساخن مزيان مزيان. كنوضعوا اللاطة ديالنا في الفران وكنقصوا المتوسط يعني باش طيب لينا هاد البسكوي على خاطر خاطرو يجينا مقرمش. المدة ديال الطهي ما كتزاوش ما بين 20 حتى 25 دقيقة على نار مهيلة، غير كتبان لينا بدات كتقبض راسها في اللاطة ماشي كتحمر لأن ما كتاخدش لينا واحد اللون باش نعرفوها ضابط، غير كتقبط لينا كنحركوها كنشوفوها بانها قبطات لينا راسها من الاسفل كنهبطوها لتحت. ولكن منين نهبطوها لتحت كنردو معاها البال كنبقاو واقفين عليها كنحسبوا لها غير 5 ديال الدقائق على نار مهيله وكنخرجوها مباشره كنخليوها حتى كتبرد عاد كنشوفوا بانها بدات فيها القرمش. يعني منين كنخرجوها في الاول كتبان لنا باقا رطيبه، هذا ما كيعنيش بانها باقا ما طابت، غير كيضربها الهواء واحد 5 ديال الدقائق او منين كتبرد كيرجع لينا البسكوي ديالنا مقرمش. وكيف ما كتشاهدوا معايا الصوره راها معبره وغنيه على التعريف باش غادي نشكر لكم هاد البسكوي، رغم انني ما عنديش مشكل مع السكر او مع الدايت غير تحت الطلب ديالكم وجربته وكان رائع جدا. يعني يقدروا يتناولوا حتى الناس اللي ما عندهمش مشكل مع السكر كيجي فيه واحد الحلاوه يعني متعادله بداك دقيق ديال النبك. نتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم وما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط بالبارطاج باش تعم الفائده على الجميع. والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.